قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، هي دلالة على أن الهداية بيد الله عز وجل، وأن الإضلال بيد الله عز وجل، ولا يكون في ملكه ما لا يريد عز وجل. فبه رد على القدرية الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، ويرد عليهم أن إمامهم في الضلال إبليس أقر بأن الإضلال من الله عز وجل، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم.